في ايام بعد رحيل الرئيس عبد الناصر جاء الرئيس السادات. الرئيس السادات في روايتين في طريقه تعامله مع الحركات اللي سمت السياسه. الروايه الاولى بتقول ان هو كان مقتنع وانه كان عايز يغير اداء طريقه اداء الدوله المصريه مع جماعات مع الاسلاميين بشكل عام. هو كان بداخله متدين ومتدين وكان بيحب دينه. دي روايه. فلذلك صعد جماعات الاسلام السياسي وخلاهم تواجدوا في المجتمع وانتشروا وتم الاعتراف بهم ضمنا باستجابات اخوان المسلمين. دي روايه انه كان مقتنع بده وكان هو متدين وفي عقيدته متدين. دي روايه. في روايه ثانيه بتقول ان هو اراد انه يستخدم الاسلاميين في ضرب التيار الشيوعي القوي اللي كان موجود بقوه ايام عبد الناصر وفي حقبته حتى يدين للسيطره في على المجتمع. ايا ما كان صحه الروايتين، لكن الشاهد اللي حصل ان حقبه الرئيس السادات سمحت بصعود كبير لتيار الاسلام السياسي انتشر في الشارع انتشار كبير جدا، لدرجه ان في شيخ اسمه الشيخ عبد الله السماوي. هذا الرجل كان يمشي في كل قريه وفي كل بيت، كان يطلب المبايعه على طريقه صدر الاسلام الاول. كان المسلمون في صدر الاسلام الاول عندما يؤمن احدهم او يسلم كان يذهب اليه ويقول له بايعني على الاسلام، فيمد يده فيبايعه ويقول بايعتك على الاسلام وعلى وعلى وعلى. هذا الرجل كان يذهب الى كل القرى في مصر، وكان يمشي وراءه المئات من الناس. كان يذهب الى عمده القريه وكبار العائلات ويقول له بايعني خليفه للمسلمين، بايعني خليفه. كان يعمل ذلك في ظل وجود الدوله المصريه. انا اردت ان اطرح ان اوضح هذا المثال حتى تعرفوا كيف كانت الدوله المصريه تتعامل مع جماعات الاسلام السياسي. كانت في حريه تامه، لدرجه ان المساجد كانت تخرج من بينها، كان يخرج الالاف من عقب كل صلاه جمعه ويمشون في الشوارع ويهتفون الله اكبر ولله الحمد ويرفعون الاعلام وما الى ذلك. كان ذلك يحدث في فترة السبعينات. كان في ظل رخوة كبيرة من الدولة في التعامل الأمني معه. هذا يحدث الآن بشيء شبيه كبير. يحدث الآن في حركة حرية كبيرة للجماعات الإسلامية. أنا شخصيا بطالب بانضباط الحركة، مش بطالب بتقييد الحريات. تظهر تيارات تكفيرية كثيرة. ظهرت في السبعينات تيارات تكفيرية كثيرة كفرت السادات نفسه، الرئيس السادات نفسه، وكانت نتيجتها أن أحلت دمه ثم قتلته عن فتوى. ظهر تيار التكفير بشدة. الآن هذا التيار موجود في الشارع المصري. لو أنتوا ذهبتوا، لو حد فيكم راح يصلي في جامع من الجامعات التي يسيطر عليها الجماعات الإسلام السياسي، سيجد أوراق معلقة. أنا بخش المساجد دي أحيانا، بخش أصلي. لما بخش أصلي بحاول أعرف إيه اللي بيدور جوه، فبلاقي في أوراق مكتوبة جوه: يجب تطبيق الشريعة الإسلامية وإلا الدم بالدم. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير وموجود في مساجد كثيرة. الدكتور سيد كان بيسأل عن يعني كيف 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 طريقة التعامل يا سيد، طريقة التعامل بعد أن أوجدنا شبه بين ما بعد ثورة يناير وبين حقبة الرئيس السادات. يعني أنا سؤالي يعني أريد أن أوضح أن فكرة البيعة في الإسلام هو نظام الانتخاب بالظبط الحديث، يعني هو الاختيار البيعة بايعني. وحل الدم يعني جعل الدم حلال قتله، يعني قتله. فهذه الفكره المصرحه. السؤال يتعلق بالمستقبل، يعني هل الحل الوحيد للتعامل مع حاله السيوله والانسياب والحركات الخروج هو الحكم العسكري وادخالهم جميعا لمرحلات السجون، ولا انت شايف ان هناك امكانيه لادماجهم سياسيا في المجتمع وتحقيق نوع من الـ يعني التوازن بين التيارات المختلفة وتحقيق مبدأ المواطنة؟ هل في إمكانية لأنهم يقتنعوا بمبدأ المواطنة ولا لازم دولة على شكل الخلافة الإسلامية؟
أنا أرى أن فكرة الاعتقال أصبحت فكرة قديمة، فكرة الإقصاء والاعتقال أصبحت فكرة قديمة في التعامل مع الأيديولوجيات. الأيديولوجيات اللي هم أصحاب الفكر هم في النهاية عندهم أفكار. أنا أرى أن الدولة المصرية يجب أن تحتوي هؤلاء، أن يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التواصل معهم، ألا يكون هناك قطيعة. القطيعة تؤدي إلى قطيعة أخرى. أحد أسباب المشاكل الكثيرة التي كانت بين هذه الجماعات وبين الدولة هي القطيعة الكاملة، لا يوجد أي نوع من أنواع الحوار، لا يوجد أي نوع من أنواع. أنا أرى أنه يجب أن يكون هناك مساحة للعمل السياسي بكل أريحية لهم، مع وجود تواصل فكري دائم من خلال مفكرين وعلماء لترشيد الأفكار التكفيرية، لترشيد الأفكار التكفيرية. الأفكار التكفيرية يجوز يعني الدولة المصرية تستطيع أن تتعامل معها بسهولة من خلال إجراء حوار دائم بين علمائها الكبار. يوجد علماء معتدلون في المجتمع المصري ويحظون بثقة عالية. يجب أن يكون هذا الحوار قائم بينهم فكري، في المقابل تسمح الدولة بالتواجد السياسي لهؤلاء. في مشكلة أن بعض منهم يرفض العمل السياسي، البعض من هؤلاء يرفض العمل السياسي تحت أجندة أنه يعمل بالديمقراطية، والديمقراطية ليست من الإسلام في شيء، وليست نظام انتخابي في الإسلام. هؤلاء موجودين، من الممكن نسيطر عليهم أو نتعامل معهم من خلال المجموعات الشبيهة لهم التي تؤمن بالعمل السياسي وأقامت أحزاب بالفعل. لدينا الجبهة الدعوية السلفية في القاهرة دخلت السياسة عن طريق حزبين. قبل ثورة 25 يناير كان العمل السياسي حرام شرعا، كان حرام شرعا بعد الثورة. وعندما تتحدث مع أحد من علمائهم يقول لك أن الفقه يتغير بتغير الأحوال. من هذا المطلق أنا أستطيع أن أقنعه وأدخل إليه من هذا الباب، حتى أقنع التكفيريين بالتواصل الدائم مع المجتمع ومع الدولة، حتى أضمن ألا يدخل هؤلاء في سلسلة كبيرة من الأفكار التصادمية والتكفير التي تؤدي في النهاية إلى العنف. هذا هو الحل الوحيد في تقديري: الاحتواء السياسي، التواصل الدائم، عدم مقاطعة هؤلاء، حتى يكون هناك حوار دائم، يعني نستطيع أن نتلافى هذه الإشكالية، لأن هذه هي إشكالية حقيقية. إشكالية حقيقية عدم التواصل مع هؤلاء وصعود الأفكار التكفيرية في المجتمع المصري. والمناسبة المجتمع المصري بطبيعته العادية هو يرفض التكفير بطبيعته، لكن الغلو في الدين اللي بتؤمن به بعض المجموعات السلفية هو مرفوض شعبيا، لكنه قد يكون مقبولا لدى الجماعات الإسلامية الأخرى، لكنها تؤثر الصمت فيه. الأزهر، العلاقة بين الأزهر والجماعات الإسلامية، هو طبعا في كثير من العلماء أو قادة الحركات الإسلامية بعض منهم خرج من الأزهر وكانوا قد درسوا في الأزهر، لكن دراستهم في الأزهر لم يكن لها أي تأثير حقيقي حول إيمانهم بأفكار العنف أو أفكار العمل مشاكل مع الدولة. الأزهر طول عمره متهم من قبل هذه الجماعات بأنه فقه متخلف، فقه سلطوي، فقه سلطة. دائما هو متهم من قبل هذه الجماعات. هذه الجماعات ليست لها علاقة، بالعكس كان في بعض الأوقات كان علماء الأزهر، يعني في، أنا أذكر حدث في سنة 1995 كانت الحرب بين الجماعات الإسلامية وبين الدولة المصرية على أشدها، كان في صراع مسلح كبير، وكانت الجماعات الإسلامية تقتل السياح الأجانب وتقتحم البنوك وتقتل الشرطة، وكان صراع دائم بين صراع كبير بين الدولة وبين الجماعات الإسلامية. كان قادة هذه الجماعة الإسلامية داخل السجون المصرية. بعض الحكماء أشار على الدولة بأن يذهب بعض العلماء إلى هؤلاء داخل السجون، إلى علماء هؤلاء داخل السجون وقادتهم ويتحدثوا معهم من ناحية فقهية حتى يعودوا عما يفعلون وما يأمرون به.
ذهب الشيخ الشعراوي وهو رجل كان معروف، والدكتور سيد طنطاوي وكان ساعتها كان في وقتها مفتي الجمهورية، والأستاذ فهمي عويد، يعني بعض العلماء المتبحرين في الأمر، ذهبوا إلى السجن وكاد ينجح الحوار، إلا أن بعض جهات الدولة كانت تعتاش على فكرة الصدام بين الجماعات الإسلامية وبين هؤلاء، ونجح هؤلاء في إقناع هؤلاء القادة، نجح العلماء في العلماء الذين ذهبوا لمحاورة هؤلاء داخل السجون، نجحوا في إقناع هؤلاء القادة، لكن هناك من كان يقف أمام فكرة المصالحة بين الإسلاميين وبين الدولة المصرية، ففشل الحوار، لكنه نجح بعدها بسنتين عن طريق حوار أمني بحت. إذن الأزهر يستطيع، بس مع بعض التحسن في أداء علمائه أو مشايخه، في أنه يستطيع أن يقف ضد الأفكار التكفيرية للجماعات الإسلامية، أو ضد حتى الجماعات الإسلامية التي تؤمن بالعنف وما إلى ذلك، يستطيع، لكن علاقة مباشرة لم يكن للأزهر أي علاقة بهؤلاء، بل بالعكس خرجوا لشكر مصطفى قائد تنظيم التكفير والهجرة، قتل وزير الأوقاف وكان عالم الأزهر. فلا يوجد علاقة مباشرة حقيقية، بالعكس الأزهر دائما كان بعيد عن علاقته بالجماعات الإسلامية. يعني الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم الجهاد ورجل السنة في تنظيم القاعدة، حاليا الرجل الأول، أنا آسف، هو لم يدرس في الأزهر مطلقا، هو درس الطب في جامعة القاهرة، لم يدرس في البداية، وهكذا ومن قتل السادات لم يدرس أحد في الأزهر، الوحيد الذي كان أزهري هو الشيخ عمر عبد الرحمن، فقط لا غير، اللي هو يعتبر هو أفتى بقتل السادات، هو من أفتى بقتل السادات الوحيد، وده حالة واحدة لا نستطيع أن نأخذ عنها قاعدة يعني. نعم. أنا اسمي جرام بيتس، اختصاصي في التاريخ، أنا طالب جامعة جورجتاون. سؤالي إنه هل الدولة علاقة بظاهرة الجامعات التكفيرية، بمعنى ألم يكون رد فعل الدولة على الجامعات الإسلامية يعني زيادة عنيف يعني، ويقال إنه أيمن الزواهري دخل السجن مع أفكار جهلية وخرج وهو مذموم، وأنا سؤالي إنه يعني ألم يتأثر تعذيب الواسية التي جرى في سجون مصر إلا يعني إلى التطرف يعني؟ طبعا انا يمكن انا عرضت لفكره ان تعامل الدوله المصريه مع الجماعات الاسلاميه كان خطا عندما قهر عبد الرئيس عبد الناصر، وعندما اتاح بالجمله الرئيس السادات، وعندما اغلق الباب الرئيس مبارك، هي اخطاء ادت الى، يعني انا اريد ان اقول لك ان جماعه كبيره في توجد جماعه كبيره اسمها جماعه التكفير والهجره، هذه الجماعة خرجت من رحم التعذيب، في السجون، عندما كان الرئيس عبد الناصر في عهد الرئيس عبد الناصر كان تعذب الجماعات الإسلامية، خرج من ينادي بتكفير الحاكم، يعني فكرة التكفير الحاكم خرجت من وقائع تعذيب، فكرة التكفير خرجت من وقائع تعذيب داخل السجون، فتم تكفير الحاكم ومن ثم تكفير المجتمع، وآمنوا بفكرة الهجرة، كانوا يخرجون إلى الجبال ويظلون يعني شهورا ويعتزلوا المجتمع. التعامل الدولة المصرية في كل الأوقات مع جماعات الإسلام السياسي أنا أرى أنه كان خاطئ، الجماعات الإسلامية مع الوقت ترشت، يعني أنا أستطيع أن أقول لك أن أزمة مثل أزمة أمس خرجت بعض قيادات الجماعات الإسلامية التي أصبح لها خط مباشر مع الدولة، أصبحنا من تواصل، أصبحت تدين هذه الأحداث وترفضها وتطالب الدولة بإصدار قانون دور العبادة وحل الأزمة، هذا ما كان ليحدث قبل ذلك. أحد هؤلاء الذين خرج أمس
يدين ما حدث من قوات الجيش كان يمسك بيده قنبلة قبل سنوات ويقتل بها المسيحيين. ما أود أن أقوله أن هذا الشخص أو هؤلاء أن فكرة التواصل بين الدولة وبين هذه الجماعات هو أضمن حل الأزمة. ليست القطيعة، لا تعذيب، لا قتل، لا سجون، كل ذلك أدى إلى يعني إلى ما نراه الآن من صعود كبير ثلاث أسامة سياسي الذي قد ينزل بالعنف فيما بعد. يعني التعامل الأمثل كما قلت في رأيي في تقديري هو أن يكون هناك تواصل بين الدولة وبين الجماعات الإسلامية، تواصل دائم فكري وسياسي، ويسمح لهم بجميع الحقوق. فيما عدا ذلك فإن النفق سيظل كما هو موجود. أنا اسمي ستيفن، أنا متخصص في الأمور السياسية، وأريد أن أسمع أكثر من عرائك عن الأحداث بالأمس ودور الجماعات الإسلامية في الصراع الفتني 2020، الصراع الفتنية وال يعني تطورات الوضع السياسي في مصر في هذه الأيام. أنا شخصيا أرى أن أحداث أمس، طبعا لعلكم تعرفون ماذا حدث بالأمس، موضوع كبير ومقلق. أنا أرى أن أحداث أمس ببساطة شديدة أن مجموعة جماعات من العقبات خرجت لتتظاهر من أجل كنيسة في أسوان جنوب مصر تم هدمها وما إلى ذلك. أنا ذكرت فيما قبل وأؤكد على ذلك أن خروج الأقباط لتظاهر فيما حدث أمس ليس هو من أجل الكنيسة، هو فلسفته، هو عنوانه الكنيسة، هو عنوانه أن هناك كنيسة هدمت، لكن الفلسفة الحقيقية لخروج الأقباط هو أن الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير صعدت من وجود تيار الإسلام السياسي في مصر واعترفت به وسمحت له بأشياء كثيرة. في المقابل الجماعة القبطية لم يكن لها أي نصيب، يعني كان الرئيس مبارك، كانت دولة مبارك الدولة المصرية قبل ثورة 25 يناير كان هناك نوع من التوازن بين الجماعة القبطية وجماعات الإسلام السياسي والإسلام بشكل عام. كانت الدولة المصرية كانت تحدث نوع في المجتمع، لا يوجد صعود لتيار الإسلام السياسي، ومن ثم الجماعة المسيحية كانت مؤتمرة إلى حد ما. صعود تيار الإسلام السياسي أقلق الأقباط في مصر، هو عنوان الأزمة الحقيقية ليس من أجل الكنيسة. ما حدث أمس هو سلسلة، حتى لو تذكرون ما الدليل على كلامي أن بعد ثورة 25 يناير ظل الأقباط يترقبون ما يحدث من تغيير في البنية الأساسية السياسية للمجتمع المصري، فوجدوا أن الدولة المصرية تسمح بالصعود الكبير لتيار الإسلام السياسي الذي هو في الأصل بعض جزء كبير منه يعاد الأقباط ويرفض وجودهم ويطلب الجزية وما إلى ذلك في معاداة جديدة. لا يؤمنون بفكرة المواطنة بالمطلق، ولا يؤمنون بأن الأقباط شركاء في المجتمع، ولا يؤمنون بكل هذه الأفكار، يؤمنون بالإقصاء التام. بعضهم خرج في تصريح مسجل تلفزيوني ودعاهم إلى الهجرة خارج البلاد، أحد هؤلاء العلماء الكبار المنسوبين لتيار الإسلام السياسي خرج ذات مرة ودعا الأقباط إلى الخروج، إلى الهجرة إلى كندا وأستراليا وما إلى ذلك. هذا هو ما أقلق الأقباط في مصر. الأقباط هدم كنيسة أو عدم هدم كنيسة هم يعانون هذا الأمر طول يعني حتى في عهد دولة مبارك ليس هذا الموضوع. الموضوع أن الدولة المصرية سمحت بالصعود الكبير لتيار الإسلام السياسي صعودا كبيرا في الشارع، سيطروا على المساجد، يسمعون بأذانهم القدح فيهم، تكفيرهم، ضرورة خروجهم إلى البلاد. هذا أقلق الجماعة القبطية في مصر، لا سيما الجماعة القبطية في مصر ترى أنهم ليسوا
يعني 10 مليون قبطي في مصر يشكل يعني في السودان عندما انفصل الجنوب الجنوب السودان اكثر يعني حوالي 2 مليون مسيحي فقط نجحوا في فصل دوله بسبب صعود شعارات مثل التي تحدث في مصر من ضروره تطبيق الشريعه الاسلاميه من ضروره خروج ان يخرج هؤلاء الاقباط الى خارج البلاد عدم الايمان بان الاقباط شركاء في الوطن كل ذلك اقلق الجماعه القبطيه من الممكن ان يدفعهم الى العنف بس لما حدث امس نتيجه كبت شديد الاقباط في ثوره 25 يناير التزموا الصمت واللوقت هم لا يريدون ان يدخلوا في المعادله لم يشاركوا في ثوره 25 يناير وفي المقابل لم يكونوا راضين عن اداء دوله مبارك لكنهم كانوا يؤثرون الصمت صمتوا ولم يشاركوا في المظاهرات يعني من شارك بشكل شخصي فردي الجماعه بشكل عام كانت تؤثر الصمت اخذت جانبا لكنها فوجئت بان نعم لا 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 هو بس تعريف بس التعريف لا يعرفه بالجميع يعني خلاص الأقباط في مصر نعم ده كويس الأقباط في مصر هو بس هو الجماعة القبطية ده مصطلح سياسي عشان أنا بس هو مصطلح سياسي لم يكونوا ولن يكونوا جماعة سياسية لا لا هو اسم سياسي فقط ولهذا أنا أرفض تسمياتهم بالجماعة لأنهم ليسوا جماعة سياسية نعم نعم ولن يكونوا وما تشير إليه من استماع الأقباط إلى شتيماتهم أو تكفيرهم فهذا كان موجودا على مر العصور في عصر السادات وفي عصر مبارك ولكن ما يحدث الآن وما يقلق الأقباط حقيقة يعني هو تواطؤ النظام مع الجماعة ضد أقلية من الشعب أنا قلت ده بشكل مختلف أنا قلت إن الدولة سمحت بالصعود الكبير لهؤلاء الجماعات التي تأخذ منحا عدائيا من الأقباط في مصر وهو ما أقلق الأقباط هو مش تواطؤ هو يعني نقدر نقول عليه ده قرار يعني فعلا أخذ الدولة المصرية سمحت بوجود الجماعات الإسلام السياسي التي تأخذ مأخذا عدائيا من الأقباط من غير المسلمين بشكل عام هم لا يؤمنون بفكرة المواطنة ولا المعايشة ولا أي شيء من هؤلاء هذا ما أقلق الأقباط أزمة أمس وهو أزمة أمس ليس لها علاقة بهدم الكنيسة الأقباط يعني نقدر نقول بالبلد كده متعودين على فكرة يعني الأزمة قائمة موجودة من أيام دولة لكن هو الصعود الكبير لتيار الإسلام السياسي هو ما أخلق هنا في مشكلة هنا في المواطنة في مشكلة هنا في المواطنة المجتمع المصري فعلا بينفصل المجتمع المصري فعلا بيقسم إلى قسمين هو هذا هو ما أخلق الأحباط هو عنوان الأزمة أمس يعني أنا ده رأيي في أزمة إن صعود الإسلام السياسي تيار الإسلام السياسي دي علاقة بأحداث الأقباط بالأحداث أمس امبارح وطبعا هم طبعا في مأخذ كبير على الدولة المصرية في مأخذ كبير يعني حتى في الأحزاب السياسية ما بتروحش الأقباط يعني لا في مشاكل كثيرة يعني المشاكل حتى الآن لم تحل الدولة المصرية حلت بعض المشاكل ليها علاقة بالسياسة لكن مشاكل الأقباط حتى الآن لم تحل مع أنها حلها بسيط جدا هما المطلوب قانون موحد لذر العبادة هذا لم يحدث حل أزمة الكنائس لم يحدث مشاكل بسيطة جدا لا تستأهل كل ذلك لكن الدولة المصرية مصرة على التعامل بنفس المنطق القديم الأقباط في مصر ظنوا أن الأمر تغير بعد ثورة 25 يناير وأن هناك أصبحت في حريات والإيمان فعلا بالحريات أنت صعدت الجماعات الإسلام السياسي لا بأس في المقابل انظر إلى مصالح الآخرين هذا لم يحدث هذا السبب غضب الأقباط
قد انتهى الوقت للأسف الشديد، ولكن سوف أسأل سؤال بسيط وسريع في النهاية. طب حول لحول يعني فهم مشترك في يعني تطبيق الشريعة أو تكوين دولة إسلامية، أو هل يعني هناك أفكار مختلفة بين الفرق هذه من هذا الشأن؟ أن كل الجماعات الإسلامية في مصر تتفق على فكرة ضرورة تطبيق الجماعة الإسلامية، لكن الفرق بينهم تطبيق الشريعة الإسلامية. لكن الفرق بينهم، هناك من يؤمن الآن يجب أن تطبق الآن، هناك من يؤمن أنه يجب أن تطبق تدريجيا مثل جماعة إخوان المسلمين، هناك من يرى أنها تطبق بعد عدة أمور فقهية وما إلى ذلك يعني. لكن كل الجميع الدعوي كما الجماعات الإسلامية الدعوة منها والسياسي يؤكد على ضرورة تطبيق الجماعة الشريعة الإسلامية. الفرق بينهما في التوقيت وفي التكليك متى يعني. شكرا.